السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اضطر موظف شرطة يعمل بولاية أمن أكادير لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري فجر اليوم 2/9 ماي الجاري، وذلك لتحيد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 21 سنة من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة تخدير متقدمة وعرض سلامة المواطنين لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض. وكان المشتبه فيه قد عرض شخصا مسنا للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالشارع العام بحي تيليلا بتيكيوين، وذلك بالقرب من منزل الشرطي الذي بشر التدخل الأمني. وقد حاول الشرطي التدخل لتحييد الخطر وتوقيف المشتبه فيه الذي واجهه بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، مما استدعى استعمال السلاح الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، وذلك قبل أن يتم ضبط المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستخدم من طرفه في هذا الاعتداء. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجري فرقة الشرطة القضائية بتيكيوين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.